بكل قوتنا الإيجابية عشان نتحاور ونتعاون خيريا. مرحبا بينا عندهم ومرحبا بهم عندنا. اليوم جلسة طبية، نحن مرينا بتجارب عديدة، مرارة هذه في مرحلة الهدف حنالك إن شاء الله، ولكن بشكل أو بآخر شو يسرينهن؟ يسرينهن تجمع أو عن طريق مرض. هي جلسة حوارية تعاوننا فيها مع جمعية البر والإحسان للخيرية على أساس أن نحن عندنا مطالب من مرضى السرطان، وتندينا مجموعة من أعضاء المنظمة على أساس أن نحن بنعرفوا أن نحن نقدموا اقتراحات جديدة. طبعا لا حياة لمن تنادي في لوزير الصحة، كم مرة تحكينا معه وتحدثنا معه وحكينا وقلنا له على أساس مقترحاتنا، فلا حياة لمن تنادي. فتوجهنا إلى إيش؟ إلى من الجانب الاجتماعي، ممكن الجمعيات الخيرية على أساس أنهم هم نوحدوا جهود على أساس أن نحن نديروا رأي مع الدولة. طبعا متشافهين وبعض الآخر يعني نفسي اللي هو حتى تحكيه عليه إن شاء الله أستاذ زين. رؤيتنا واضحة إن هو نشر ما نحن نكتشف المرض عن طريق الكشف المبكر في الطبيعة، بس حنبدأ بتبديل السعال وكسر حاجز الخوف والمبادرة بإجراء الكشف المبكر. مرضى السرطان في تزايد، مرضى السرطان محتاجين الدعم، مرضى السرطان محتاجين علاج، لا يوجد علاج في الدولة خصوصا الكيماوي وغيرها. فإن شاء الله الرحمن الرحيم على أساس أن نحن كان هدفنا الأول والأخير بالإضافة إلى الحاجات الأولية اللي حكيت عليهم أن هي توطين العلاج. أنا إحنا ما عادش نبو علاج بالخارج، نبو علاج بالداخل، أن نحن نوفروه العلاج هنا وأن هو المريض يكون بين هنا في بيته، ما يخليش أنه ما يوصلش درجة إن نحن بنعد نبيع البيت والسيارة وكذا وكهي باش إن نحن نوصلوا إلى نعد نسافروا وبعدها نلقوا القيمة اللي نحن شلناها ما تكفيش العلاج. مصاريف العلاج كبيرة جدا، من يتكفلها الوزارة والحكومة؟ أين الحكومة من مرضى السرطان؟ نحن شريحة مهمشة فنحتاج إلى دعم الدولة لتوفير مركز كامل في جميع متطلبات مرضى السرطان في ليبيا الحبيبة.